السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل. كالعادة أي حاجة السعودية بتعملها بيأولوها لصالح أجنداتهم، أو بمعنى أوضح وأدق لصالح أجندات أسيادهم. توكل كرمان عايزة توزع باقات الشرف والدين على الناس في الوقت اللي في أمس الحاجة ليهم. صبركم عليا شوية، ما أنا حسبت لكم في الفيديو ده إن هي محتاجة للنصيحة، وإن هي أبعد ما تكون عن الشرف والدين. الهانم عاملة تغريدة بتقول فيها: بعد قرن من حظر سفر المرأة وحرمانها من السفر بفتاوى دينية مغلوطة، قرن الشيطان تجيز للمرأة السفر بدون محرم. هذا مجرد مثال يحكي كيف ينتعل السلاطين الدين، وكيف يستخدمون الدراويش لتسخير الدين وتطويعه لخدمة المستبدين. بص بقى وليا، تعاليلي هنا أعلمك حاجة عن الإسلام وحاجة عن الدولة السعودية. في الإسلام يا ولية، المرأة لا يجوز لها الخروج من المنزل بدون إذن زوجها، فما بالك بالسفر؟ ولو خرجت من غير إذن جوزها فهي مذنبة في حق زوجها وفي حق الله، مش في حق الدولة. فالمرأة شرعا مطلوب منها استئذان زوجها، والدولة سواء سمحت لها بالسفر بدون إذن جوزها أو وليها أو لم تسمح، ففي كلتا الحالتين المرأة مذنبة شرعا لو قامت بالسفر بدون إذن جوزها. والدولة السعودية شافت نفسها إن هي مش واصية على سفر المرأة بدون إذن وليها. وليها يا ولية، مش السفر بدون محرم زي ما كتبت يا جزمة. بس عادي، ما هو التدليس مش غريب عليك، لأن المنطق كمان بيقول انه مش من حق الدولة ان هي تقف وتوقف الست في الشارع او تسألها: هو انت خرجت من البيت من غير اذن جوزك ولا معاكي اذن جوزك؟ ده كان الجانب الديني. تعالي بقى اقولك حاجة على الدولة السعودية. بصي بقى، اللي عامله نفسك ان انت بتوزعي باقات الشرف، تطولك على علماء ومشايخ المملكة العربية السعودية مردود عليكي. بس الاول لازم اوضح لك حاجة: الدولة السعودية ما بيقودهاش علماء الدين والشريعة، الدولة السعودية بيقودها اهل الحكم والسياسة، اهل الدين والشرع بيتم الاستئناس برأيهم، وممكن الدولة تعمل برأيهم ده او ما تعملش. عندك دليل بسيط: الغناء مثلا. مشايخ وعلماء السعودية من قديم الازل بيحرموا الغناء، وبرغم كده الدولة السعودية من بداية تأسيسها وفيها غناء وحفلات طربية، وكمان لها نشيد وطني بيتغنى. وخرج من السعودية مطربين مشهورين زي محمد عبده مثلا، او محمد عبده ده بيغني من قبل انت ما تتولدي ومن قبل انا كمان ما اتولد. فتلميحك الحقيقة ان المشايخ منعوا وبعد كده أحله بأوامر من الدولة، ده كلام باطل. واتحداك ان انت تجيبي فتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتقول فيها ان هي اللي سمحت للست باستخراج جواز السفر بدون اذن زوجها. يا كدابة، القوانين في السعودية بيتم سنها من قبل اهل الرأي والحكم والسياسة، وفي بعض الاحيان بيغلب على القوانين الطابع الاجتماعي زيها زي اي دولة في العالم، يعني بحسب العادات والتقاليد. والدولة من حقها ان هي تغير في القوانين والقرارات زيها زي اي دولة في العالم برضو، حسب المصلحة العامة وحسب المستجدات الاجتماعية اللي بتحصل في كل بلد. وبعدين تعالي هنا يا ولية، هو انت مفيش عند اهلك دم جاية تنظري على الاحكام وبتطولي على المشايخ في الوقت اللي انت فيه معاكي جواز سفر تركي؟ تركيا يا ولية المباح فيها زواج المثليين، بينما ممنوع على الراجل انه يتجوز مثنى وثلاثة ورباع زي الشرع ما بيقول. ده غير بيوت الدعارة المرخصة ومصانع الخمور وشواطئ العراة. يخرب بيت وقحتك، يعني انت بالقعده دي وانت لازقه في طريق السودان جايه تستشرفي على السعوديه وبالوقفه دي مع الراجل الغريب ده؟ هل ده مثال للمراه المسلمه؟ ومين الستات الفاضلات دول بقى اللي انت متصوره معاهم؟ شوفي يا توكل، عندنا مثل بيقول اللي زيك مفيش راجل يلمها. فجوز الست، اقصد جوزك، يعني انا مش عارف بصراحه هو دوره ايه في الحياه، يعني مثلا هو ازاي راضي على نفسه وراضي عليكي ان انت تحطي صوره واحد زي جمال خاشقجي كده على صدرك وتتصوري بيها بالمنظر ده وانت بتزغفي الدموع عليه؟ يا توكل، يا ترى جوزك كان موجود في الاجتماع الخطير ده اللي كنت قاعده فيه مع الصهيوني عزمي انطون بشاره؟ تفتكري كان قاعد ورا الكاميرا كمحرم مثلا؟ ويا ترى كان حاضر وانت قاعده مع كفيلك اللي بيمضي لك على الشيكات ومنغنغك فلوس؟ طب جوزك كان فين وانت قاعده مع الناس الغريبه دي وبتشربوا الحاجات المنكره دي؟ يا نهار اسود على الرجوله يا جدعان. مش انت وامثالك اللي هتسقطوا السعوديه يا توكل، ومش انت وامثالك اللي هتطولوا على العلماء. واستخدامك للفظ قرن الشيطان له دلالات خطيره جدا، ده اثبات ان انت بتتبني عقائد شيعيه، لان الشيعه بس هم اللي بيقولوا الكلام ده. على فكره، على فكره اللي زيك هم الاحذيه اللي بيلبسها الكفيل في رجله، وقريب قوي هيقلعكم من رجله وهيفصكم بره. اصل دوله قطر دوله اميرها ابوه غدر بابوه باعه، فمش هتكونوا اعز على تميم من جده. اللسعه دي لتوكل خرمان، وبقول لك ما نسيناش وشك العاكر زمان على الجزيره وانت بتستنجدي بالسعوديه وبتبوسي ايديهم ورجليهم عشان يحاربوا لك الحوثي اللي في اليمن وينقذ بلدك
من الاحتلال الإيراني العربية السعودية، وأدعو جميع دول العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرج من مخرجات الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل المخلوع علي عبد الله صالح والمدعومة من قبل إيران. اليمن الآن دولة محتلة، اليمن الآن تعاني من الاحتلال الفارسي. نحن ندعو دول العالم وندعو دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية إلى عدم الاعتراف بهذا الانقلاب. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، اليوم تزداد الأخطار التي تحيط ببلدنا نتيجة الجرائم والمؤامرات التي يرتكبها ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في اليمن. كانت أياميها السعودية في نظرك إيه؟ ودلوقتي بعد شيكات الكفيل القطري بقت إيه؟ أمثالك مجرد مرتزقة مش أكتر، واللي بيصدقوكي أكيد فيهم صفات منك أو من جوزك. لو عجبك المحتوى مش مشترك في القناة ياريت تشترك، وياريت تدعمنا بلايك وكومنت وشير. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.